حبت فنان معروف وعاشوا مع بعض قصة حب، لكن مرضيش يتجوزها علشان ما كانش مستعد يرتبط. أسرار كشفتها لأول مرة الإعلامية اللبنانية رغدة شلهوب عن حياتها العاطفية وقصة حبها اللي انتهت بالفشل، وقالت رغدة إنها كانت بتحب فنان مشهور بس ما قالتش اسمه، لكن قالت إن كان في قصة حب بينهم عاشوها مع بعض لكنه رفض إن الحب ده ينتهي بالجواز. قال لها إنه عايزها جنبه لكن مش مستعد يدخل مرحلة الجواز، وعلشان كده هي انسحبت من العلاقة دي. وقالت إن الفنان ده ارتبط من فترة قريبة، يعني لو كانت استنته علشان يكون مستعد لمرحلة الجواز كان زمانها لسه مخلفة بنتها اللي عندها 14 سنة. واتكلمت عن جوزها الحالي وقالت إن بنتهم هي العامل المشترك ما بينهم، كل واحد ملهي في شغله وعندهم مشاكل زي أي اتنين متجوزين. شاركنا برأيك في التعليقات وما تنساش الفولو علشان فيديوهات تانية كتير.